ومعي الآن عمار الياس. حياك الله يا عمار. الله يحييك ويبقيك. شو أخبارك؟ الحمد لله بخير لك الحمد لله. كيف المزاج اليوم؟ متوترين ولا رايقين ومستعدين؟ رايقين ومستعدين إن شاء الله. بإذن الله. قل لي إيش وصلكم عليه الشيخ يوسف قبل ما تطلعون؟ والله أعطانا بعض الفوائد المهمة وإن شاء الله نعديها اليوم. بإذن الله. جاهز ومستعد لظهورك أمام لجنة التحكيم والجمهور؟ إن شاء الله جاهز. بإذن الله. إحنا جاهزين ومستعدين لشوفتك اليوم يا عمار، ولجنة التحكيم في انتظارك. تجلى نوره ودنت سنابل خيره أملا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما شاء الله تبارك الله، تلتك هادئة محققة، حنجرتك أو حنجرتك حنونة تذكرني بحجرة الشيخ خالد المهنة، كان يتفق مع المشايخ. تجويدك جميل حقيقة يا عمار. أربع ثواني أخيرا الحمد لله، ثانيتين والشيخ يوسف أعطاك رضا. ها؟ أنت بقى راح يندوس. يعني حتى لو الشيخ صابر أعطي رضا خضر كنت حتروح عند الشيخ يوسف. ليش؟ إيش معنى؟ يعجبني الثقة اللي فيه. أقول للشيخ يوسف شكرا على ثقتك بي، وإن شاء الله راح أكون منافس قوي. أنا من أول كنت أبغى أختار الشيخ يوسف لأني إن شاء الله راح أستفيد منه الكثير. أقول للمتسابقين الباقين شدوا حيلكم والله يوفقكم، وإن شاء الله راح أحقق المراكز المتقدمة. أبغى أشكر أهلي وأصدقائي اللي دعموني، والشيخ سهراب والشيخ سامي لأنهم دربوني في لمرحلة الأداء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله، طيب الصوت، طيب والنغمة طيبة، في أشياء يعني تنبيلها حتى يعني يزداد الحسن ويكتمل يعني الجمال. بارك الله فيك. تلاحظ، انتبه لوضع الشفتين، وهذا توجيه للجميع، انتبه الإنسان لوضع الشفتين أثناء القراءة، مهم جدا، لأنه الشفتين أحيانا قد تحول الحركة من حركة إلى حركة أخرى. كتاب للهدى نزل أقام القول والعمل، تجلى نوره ودنت سنابل خيره أملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أهلاً وسهلاً طيب نرجع مرة أخرى للشيخ يوسف آسف مو الشيخ يوسف تعود لأن زمان ما أقول ما عليك اسمك أروح للشيخ صابر عبد الحكم والله تعليقك على قراءة ودي الشيخ يوسف يعلق يعني ولم يكن يعني بعد تعليق عشان ما يأثر عليكم بالعكس أنا مبسوط أنهم قاعدين يطبقون الملحوظات التعليمات يا سلام الله يحفظك يا إلياس ويبارك فيك ويكتب أجرك تلاوة جميلة رائقة ورائعة بالعين والقاف والله ما في ملحوظات كثيرة لكن الهمس ترى أول آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت في عدة تاءات لما يكون في حرف يتكرر في صفة من الصفات سواء متميزة جدا بيبان التميز صفة تحتاج إلى توجيه أو تعديل يبان أكثر فهذه كان الهمس الزائد فيه جدا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت فهذا الهمس هذا قريب من همس السين واضح التاء همسها ضعيف جدا لا يكون لأنها صوت شديد وهمسه في نهاية الحرف أعجبني استدراكك لأدائك الصوتي في الوقف على كلمة السلام يعني كأنك ما عملت حسابك للنفس وفاجأتك الكلمة صح لكن استدركتها استدراك جميل مقبول بالنسبة لمن يسمع حقيقة الحسنى كانت مندفعة جدا فيها نشاز خفيف له الأسماء والحسنى لو رفعت فعل الرفع كانت عندك أنت محق في أن ترفع فيها لأنها في محلها له الأسماء الحسنى يعني أما تمدح الله عز وجل وتثني عليه بما مدح به نفسه تستحق أن ترفع الصوت فيها لكن كان فيها نشاز خفيف اندفعت ما ظهرت لكن القراءة في مجملها رائعة مثلك في هذه الليلة الجميلة يا شيخ عمار شكرا شيخ صابر تعليقك شيخ أحمد على قراءة عمار الياس ما شاء الله عمار قراءته جميلة وصوته جميل قراءتك اليوم كان أقرب إلى قراءة المحاريب يا عمار تنتبه بس ماني بعايد اللي قال الشيخ لكن الراء في القرآن تحركت معك قراء كأنك قلقلتها سبحانه الباء كأنها ارتفعت شوي صارت مفتوحة أنت يبدو أنك ركزت في هو الله الخالق البارئ توك تنتبه أنك ما بعد طلعت وبديت تطلع في آخر آية ها؟ وبالتالي راحت شوي منك كان فيه بعض النشاز في الحسنى ومثل ما ذكر الشيخ صابر لكن صوتك فيه بحة جميلة اي والله جميل جميل قراءتك شكرا. جميلة الله يوفقك يا عمار تمام يا عمار تمام طيب متى نلتقي آخر الحلقة إن شاء الله آخر الحلقة يعطيك العافية